بسم الله الرحمن الرحيم، بيجدد لقائنا مع اخواتنا المتابعين عبر منصتنا الصغيرة، وبنتمنى ان شاء الله ان كل كلمة احنا بنقولها او رسالة بنوجهها او نصيحة بننصحها ان هي توصل للناس بدون ما حد يرفضها او يلعننا او يشتمنا او يوجه لنا السبب. احنا بنتكلم من باب الدين النصيحة ومن باب تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرجاء من كل اللي هتوصلوا رسالتنا، اي حد مش عاجبه اي رؤية بتطرح من اي شخص او اي فكرة، يا ريت ما تاخدش ذنوب بسببها. لو مش عاجبك الفكرة حضرتك كنسل الفيديو واسمع اي حاجة تانية جاية على هواك. بس زي ما بقول لحضرتك، من باب الدين النصيحة، والحكمة بتقول الانسان عدو ما يجهل. الانسان عدو ما يجهل يعني ايه؟ يعني الانسان اي حد فينا ما يعرفش حاجة عن فكرة معينة او عن موضوع معين بيطرح امامه، سواء في وسائل التواصل، سواء في وسائل الاعلام، سواء في حياته. اي حد بيكلمه في اي موضوع، طول ما انت ما عندكش دراسة متأنية وتجربة حياتية بالموقف ده، وتكون ليك وتشكل عندك وعي كامل بالموضوع اللي هنتكلم فيه، فمش معنى كده انك ترفضه وتهاجمه. لا، لو انت فعلا انسان صادق في بحثك وفي نيتك وعايز تعرف الصح من الغلط وعايز تعرف الحق من الباطل، هتدور وراء اي كلمة تتقالك وتدور عليها وتبحث عنها، وتبقى مسؤول انت مسؤولية شخصية عن الوعي اللي بتكون، لان انت مسؤول عن وعيك مش حد تاني. ما تسمحش لحد ان هما يقولك ايه اصل هما بيقولوا. هما مين اللي بيقولوا وبيقولوا ايه وجابوا الكلام ده منين وبنوه على اي دراسة؟ فمش معنى ان اي كلمة بتتقالك او موقف انت اتحطيت فيه ولقيت حد بيقول رأي معارض لحضرتك، ده مش معنى حضرتك انك تهاجمه او تتهمه بأبشع الاتهامات وأقذر الألفاظ. احنا في غنى عن ذلك. عاجبك الحاجة أهلا وسهلا، مش عاجبك الحاجة أهلا وسهلا، بس لو انت فعلا زي ما احنا قلنا إنسان صادق بتدور على الصح وعايز تعرف الصح فين وتعرف الغلط فين عشان تتجنبه، هتدور وتتعب نفسك شوية وتدرس الموضوع عشان خاطر ما توقعش نفسك لا في ذنوب بسببنا، ولا ان توقع نفسك في حاجة انت ما انتش قدها. قول انا مش قد الكلام اللي انتوا بتقولوه خلاص. يعني لو انت رجل بتستند للدين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، اي نبأ، اي خبر، اي فكرة، ان جاءكم فاسق بنبأ، اعتبرنا يا سيدي فاسقين، اعتبرنا خرجنا عن السياق. حاضر، ايه المطلوب مني؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيأمرك انك لازم تدور وتبحث. امال خلق لك عينين ليه ودان ليه ومخ ليه عشان تفكر؟ انت مقتنع بوجهة نظرك؟ حاضر، على راسي من فوق خليك. وانا بقول وجهة نظر مثلا مخالفة ليك او معارضة ليك، ده لا يمنع ان انا بقول كلمة زي ما انت حضرتك بتؤيد فكرتك. ايه المشكلة في كده؟ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. انت ليه تاخد ذنوب بسبب واحد انا او غيري بيقول فكرة او رأي معارض ليك؟ هل انت درست؟ طيب هل انت دورت فعلا ورا الراجل ده بيقول كلام مظبوط ولا لا؟ ولا مشيت ورا الناس اللي ماشية خلاص وبراحتك؟ مشيت ورا الناس اللي ماشية اهلا وسهلا، صدقت الكلام ودرسته اهلا وسهلا. في الاول وفي الاخر ده وعيك انت اللي بتشكله، وانت ده اللي بيخليك تمشي في حياتك وتعرف تتعامل مع الناس وتعرف تأثر على أسرتك وتربي ولادك وتعلمهم الصح من الغلط. هتربي ولادك الصح من الغلط ازاي من غير دراسة؟ هيعايزهم يتبعوك زي العميان، زي القطيع، عايز زي ما انت ماشي كده ورا الناس؟ لا، لو انت فعلا انسان صادق في بحثك وعايز يبقى لك وزن في حياتك وفي المحيطين حواليك وتكون فاعل كده في حياتك، هتكون وعي عن دراسة، مش لمجرد ان فلان قالك يلا نمشي في السكة دي فتمشي معاه في السكة دي. يعني مثلا انا لو جيت قلتلك ان حرب روسيا واوكرانيا دي حرب عقائدية ودينية وقائمة على احداث نهاية الزمان والكلام ده مكتوب في التوراة والانجيل والقرآن، هتقول ايه الراجل ده بيقول ايه؟ انت هتعرف الكلام ده منين الا اذا درست ودورت وبحثت وعرفت والله الكلام ده. وبدليل الكلام اللي انا بقوله ده، ان في ناس انا بتكلم
في موضوع في ناس موافقه على الكلام بدليل ليه؟ لان هم وصلوا لنفس الدرجه من المعلومات، فالكلام متسق معاهم. كون ان حضرتك ما درستش الكلام او ما قريتش او ما دورتش عن مدى صدق هذا الكلام من عدمه، ده مش مبرر لحضرتك انك ترفضه. ومش كده وبس، ده انت بتجادل، ومش كده وبس، ده انت يعني بتشتم وبتطلع الفاظ. احنا يا عم انا مش عايزك تاخد ذنوب بسببي. فلما اقول لك ان الحرب اللي موجودة دي حرب عقائدية، طبعا انت مش هتصدق، وهتجد يعني غضاضة في تصديق الكلام ده. براحتك، بس انا بقول لك من باب الدين النصيحة. والله انا مش جاية ابقى واصي عليك ولا اي حاجة، اي معلومة جات لنا بندور عليها، حبينا ننصح اخواتنا عشان نعرف ننجي نفسنا كلنا، لان في الاول وفي الاخر احنا اللي هننجي بعض. يعني كل واحد قال انا مالي، وكل واحد ركن في رجل، كلنا هنروح. بس فقيس على كده كل الكلام، كل الكلام، انا مش بقولك على كلامي انا بس، اي كلام او اي وجهة نظر بتطرح من اي شخص ما تهاجموش لمجرد المهاجمة. خد الضابط عندك وخد الميزان بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اعتبره فاسق يا سيدي لغاية لما تتبين. طب افرض انت تبينت وتأكدت تماما ان الراجل ده صح، ما تتبينش على اشخاص، ما تسمعش كلام اشخاص، اتبين انت، دور وابحث واستفت قلبك واسترشد بربنا سبحانه وتعالى، وقول يا رب نجينا، يا رب يهدينا للصح، يا رب ارشدنا للطريق السليم في كل المجالات. والله ما اي عالم دين يجي يقول لك فلان ولا بتاع، في اولا ما فيش حاجه اسمها عالم دين، ما فيش حد اسمه عالم دين، كانوا اسمهم صحابه رسول الله، ما فيش واحد فيهم طلع وقال انا عالم دين. يا جماعه دول تجار دين. طب انا بقول لك الكلام ده، انت هتهاجمني ولا ترجع للضابط؟ الضابط بتاعنا في القران الكريم، كل الانبياء والرسل قالوا كل ما اسالكم عليه من اجر، انا جاي ادعي ربنا، مش عايز فلوس، انا مش عايز منكم حاجه. فتجد انت، هل انت تجد علماء الدين دلوقتي اللي هم بيصدروا لك نفسهم على انهم علماء دين، هل فيهم حد فقير؟ اللي هم بيتاجروا بيك انت فقير، يا غلبان يا مسكين، هل فيهم حد فقير؟ دور كده بس، ابحث، اعمل بحث بس عن ممتلكات اي حد فيهم، ابحث بس عن ثروه اي حد فيهم، وما تقولش ده حقه. الدعوه الى الله بدون اجر، عجبك الكلام ده اهلا وسهلا، انا ما بجيبش كلام من عندي، انا ماشي مع مين؟ مع الضابط، مع الميزان اللي ربنا خلقه. تجد ان حد يقول لك يا ست الكل الحجاب فرض، وتيجي ناس تانية تقول لك الحجاب مش فرض، وانت بيعتبروك سلعة بيتاجروا بيها، ده عايز ينتصر لرأيه وده عايز ينتصر لرأيه. طب ما تشوف الحجاب اصلا مين اللي شرعه؟ هل الحجاب ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امر بيه؟ ما ترجعي وتدوري حضرتك، انت اللي مسؤولة، ما فيش حد منهم مسؤول عنك، احنا المفروض مسؤولين عن حمايتك، مش ان احنا نتاجر بيكي. وهو ده الفرق ما بين ان واحد بيدور على الحق وواحد بس بيتاجر بالقصة. انت هسألك سؤال بسيط خالص، لو انت ما بتعرفيش تقري قرآن وما بتعرفيش تدوري على الآيات اللي في القرآن، انا هسألك سؤال من الواقع، انت لو ربنا اكرمك وبتصلي، هل بتصلي بحجاب ولا من غير حجاب؟ طيب لما احنا بنروح نموت، راجل وست بيسترونا ولا هتروحي تلبسي السواري برضو؟ يعني انا بس بسألك سؤال، والله اسألي نفسك، انا لست واصي عليك ولا واصي على اي حد. انت لو روحتي يعني بعد عمر طويل، اي حد فينا لما يروح يموت يقول لهم هيكتب وصيته كده يا جماعه ادفنوها بالفستان السواري؟ يعني كلام ما يصحش يا جماعه، وكلام لا يقبله عقل ولا منطق. ده بيجادل في مكان وده بيجادل في مكان، ونسينا الميزان بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نقيسه في كل كلامنا. اي حد بيقول لك اي فكره، كون ان حضرتك لا تعلم هذه الفكره، يا اخي اشكره، قول له كتر خيرك ماشي. لو انت فعلا عايز تدور بقى وتشوف الراجل ده بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط، بدون انك تذهب مثلا لتقديسه او ان يطلع حاجه فلان ولا 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 تكبره خالص، الموضوع موضوع نصيحه بس، كلنا سواسيه. القصه كلها ان في واحد بيتعب شويه ودرس الموضوع وكون وعي وكون فكر مظبوط، فبيجي يقوله لك، قبلته خير وبركه، ما قبلتوش اهلا وسهلا وخليك. بس ده مش معناه ولا مبرر انك تهاجمه او انك ترفضه او انك تتعدى عليه بالالفاظ وبالسباب بدون دراسه. مش عشان حاجه، عشان يا عم ما تشيلش ذنوب، مش عشان حاجه. فزي ما احنا قلنا الانسان عدو ما يجهل،
اي حاجة انت لست على علم بيها او ما وصلتش ليها في حياتك او في دراستك او في مجتمعك من افكار، ده مش معناه انك ترفضها. الاسلام والاديان كلها جت عشان تشغل العقل وتنميه وتخليك تفكر وتدور وتبحث، لان في الاول وفي الاخر انت شايل شيلتك لوحدك وهتقرأ كتابك بنفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. انت اللي هتشكل وعيك وانت اللي مسؤول عن قراراتك وانت المسؤول عن اختياراتك، فخلي قراراتك واختياراتك وفكرك ووعيك يكون مبني على دراسة وعلى نور وعلى بينة، مش اللي مجرد ان هو الكلام مش جاي على هواك او ان الكلام جاي مثلا ضد الطائفة بتاعتك او ضد الفئة بتاعتك او اي سبب انت بترفض الكلام ده خالص. ده الانسان ربنا سبحانه وتعالى ودين الاسلام اللي احنا بننتمي ليه، ربنا قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. امة وسطا يعني ايه؟ امة وسطا انك تتقبل الكل بدون ما يأثر عليك الكل. موضوع كبير صح؟ تتقبل الكل يعني اي حد يقول اي حاجة تتقبله، تتقبله بمعنى انك ده موجود ماشي، بس ارد عليه وبكل ادب وهدوء عشان يعرف ميزة الاسلام وعشان يحب الاسلام وعشان فعلا يقول والله ده هو الدين الصح. انت تقول اللي انت عايزه، انت تقول اللي انت عايزه، بس انا ارد عليك بكل ثقة وهدوء وطمأنينة وايجابية من غير ما اتعدى عليك ولا أسب فيك ولا أشتم فيك ولا هجمك ولا أي حاجة خالص. كل واحد يقول اللي هو عايزه، وأنا لو عندي وعي حقيقي وعندي إجابة حقيقية لا هتشنج ولا هتعصب ولا هشتم ولا هعمل أي حاجة خالص، أنا هرد عليك بالمنطق والحجة. وإن كنت إنسان صادق فعلا، إن كنت إنسان صادق فعلا في نيتك وبحثك، لما يتبين إليك الحق هتقبله وتقول والله ده الناس دي عندها حق، لا والله ده الناس دي كلامهم مش عاجبني وليهم كل الاحترام والتقدير. هو ده الدين يا جماعة اللي انا فاهمه واللي انا بنصح بيه. لو حد مش عاجبه الكلام برضو اهلا وسهلا، لو حد عاجبه الكلام شرفتني ونورتني في صفحتي ومشكور لمتابعتك ليه. دمتم بخير ونشوفكم ان شاء الله في اقرب وقت. سلام عليكم.